عليكم مشاهدينا الكرام، إن شاء الله رمضان مبارك للجميع، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والبركة والهنا. اليوم أول يوم في مسابقة أنصار غاليري. اليوم احنا متواجدين بأنصار غاليري فرع بروة، وراح نبلش بالمسابقة الرمضانية اللي بتجهزها أنصار غاليري لحرفائها الكرام عشان يربحوا معنا جوائز قائمة ومبالغ مالية. تعالوا نشوف مين سعيد الحظ. بنبلش مع أول متسابق. أهلين. يا هلا. رمضان كريم. علينا عليك إن شاء الله. شو رأيك بخدمات أنصار غاليري؟ والله خدماتهم جدا ممتازة والله يعطيكم العافية يا رب. أوكي الحمد لله. أوكي رح أسألك سؤال، إذا تجاوب عليه صح رح تربح معنا جائزة بقيمة مالية. إن شاء الله. أوكي السؤال يقول، كم عدد أسماء الله الحسنى؟ عدد أسماء الله الحسنى 99 اسم. السؤال إجابته صح ورح تربح معنا القيمة المالية. تفضل. مبروك عليك. السلام عليكم. رمضان كريم. الله يكرم عليكم. السلام حبيبتي. هلا. كيف أجواء رمضان معك؟ الحمد لله رب العالمين الأجواء كويسة، وطبعا فرحانين بالشهر الفضيل أكيد يعني. إن شاء الله دائما يا رب. إحنا الحين رح نسأل سؤال، إذا أنت جاوبتي صح رح تربحي معنا مكافأة مالية. إن شاء الله مستعدة. إن شاء الله. السؤال يقول، أين نزلت سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة سورة مكية، نزلت في مكة. أوكي أنت جاوبت صح ومبروك عليك، ربحت معنا المكافأة المالية وشرفنا. مرحبا بك. السلام عليكم. رمضان كريم. وعليكم السلام. الله. اوكي راح نسالك سؤال، اذا راح تجاوب صح راح تربح معنا قيمه جائزه بقيمه ماليه. اوكي اوكي اوكي. السؤال هو، ما حكم صيام شهر رمضان؟ هل هو فرض ام سنه ام مستحب؟ فرض. اوكي خلاص انت ربحت معنا القيمه الماليه الجائزه، مبروك عليك. اهلا وسهلا بك. رمضان كريم. الله اكبر. كيف اجواءك في رمضان؟ الحمد لله بخير. اوكي راح اسال سؤال، اذا جاوبت صح راح تربح معنا جائزه بقيمه ماليه. اوكي السؤال يقول، في اي شهر انزل القران؟ في رمضان. مبروك عليك ربحت معنا الجائزه. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم. الله اكبر. راح اسال سؤال، اذا جاوبت صح راح تربح معنا مكافاه ان شاء الله. اوكي السؤال يقول، ما هي السورة التي لا تتم الصلاة الا بها؟ سورة الفاتحة. مبروك عليك. تسلم كلك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. راح اسالك سؤال. ان شاء الله. السؤال يقول، كم مرة ذكرت الجنة في القرآن؟ 66 مرة. مبروك عليك. تفضل. شكرا. شكرا. السؤال الثاني الموجه ليك. السؤال يقول، ما هو الدعاء الذي يكثر من قوله النبي في ليلة القدر؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. صح الاجابه صحيحه. الف مبروك عليك. مرحبا بك في انصار غاليري. تفضل. رمضان كريم. الله اكرم. كيف الاجواء في رمضان؟ تمام الحمد لله جميله جدا. اوكي كيف اجواء انصار غاليري في رمضان؟ ممتازة. كيف تحسوها؟ ممتازه جدا جدا الحمد لله. المعامله هون كيف حصلتيها؟ لا جدا ممتازه جدا، راقيه يعني وجميله، كمان الاسعار عجباني قوي، الديكوريشن السنه دي اعلى بكتير كمان من قبل كده، فعجبني قوي قوي. مرحبا بيك. ميرسي. رح اسال سؤال، اذا تجاوب انت عليه صح رح تربح معنا جائزه. اوكي تفضل. اوكي السؤال يقول، كم مره ذكر شهر رمضان في القران الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. هي مره في سوره البقره. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الاجابه صح، مبروك عليك. مرحبا بك في انصار غاليري. شكرا جدا. نورتينا. هيك بنكون خلصنا مسابقه لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. لا تنسوا تزورونا بفروع ثانية لأنصار غاليري، تستنيكم مفاجآت كثيرة ومسابقات كثيرة. زورونا إن شاء الله. رمضان كريم.